خيرا. واحد، ماذا كسب أردوغان في قضية القص الأمريكي؟ الإجابة لا شيء. كلنا تابعنا من البداية قضية احتجاز القص الأمريكي بتهمة التآمر أو التجسس أو العمل لصالح جماعة فتح الله جولان. كلنا شفنا بعد كده التداعيات اللي حصلت على أثر احتجاز القص وتقديمه للمحاكمة. إنما في نهاية المطاف لقينا القص خرج وطلع على قاعدة عسكرية بطيارة خاصة عسكرية بطائرة عسكرية من تركيا إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا إلى قاعدة أندروز الجوية في أمريكا. إذن بنتكلم على أن النهاية هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فماذا كسبت تركيا من هذه القضية؟ الإجابة لا شيء. بالعكس، خسائر تركيا كبيرة جدا من هذا الموضوع. إن تم الهجوم على أردوغان وتركيا في الإعلام الأمريكي طوال الوقت، وهذه خسارة. إن الرئيس ترامب ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية باستمرار بيهاجموا النظام التركي من أجل القص، وهذه خسارة ثانية. إنه تم فرض عقوبات على تركيا، وهذه خسارة ثالثة. تدهور الليرة وتدهور سمعة الاقتصاد التركي في المنطقة والعالم، وهذه خسارة رابعة. لم يتم أخذ جولان وتسليم القص في إطار صفقة، والرئيس ترامب نفى أن في أي صفقة مع تركيا بهذا الصدد، وهذه خسارة خامسة. عامين في لا شيء، وهذه الخسارة السادسة. سنتين بتدير ملف وتحتجز قص من أجل أن تعمل مساومات سياسية، انتهى بدون أي مساومات سياسية. سنتين وفي مفاوضات عشان الرئيس أردوغان ياخد فتح الله جولان ولم يحدث. سنتين والاقتصاد يواجه مشاكل والليرة تتراجع ومشكلات واضحة بين أنقرة وواشنطن، ثم انتهى الأمر إلى أن أمريكا نفذت كل أهدافها والرئيس أردوغان فشل في تنفيذ جميع أهدافه. قضية احتجاز القص الأمريكي ثم خروجه هي نموذج لما لا ينبغي فعله، هي نموذج كيف تفشل في إدارة أزمة، أو كيف تصنع أزمة ثم تفشل تماما في إدارتها. لقد فشلت تركيا في إدارة أزمة قضية القص برانسون.